بكل البلدان التي لم تستطيع يعني سفرائها يحضروا الآن في وسط هذه القاعة، وأرسلوا لنا مندوبين عنهم أو نواب. نرحب بالخليج العربي بالكامل، وبنرحب ببلاد الشام والمغرب العربي وأفريقيا العربية. نرحب بسفير دولة لبنان السفير خالد زيادة. برحب بكل الذين حضروا باسم جامعة الدول العربية وشرفونا، وهم الأكثر يعني في القاعة، وبشكرهم شكرا جزيلا. برحب بكل الذين أتوا ليمثلوا فلسطين، فلسطين الشقيقة اللي يعني الموقع كله بيشمل تبويبات، ولكن فلسطين لها تبويب واحد، لأن القضية الفلسطينية تحتاج منا الحقيقة التركيز على ملفاتها الكثيرة المعقدة. ويعني كل البلدان احنا الحقيقة وفرنا لها في الموقع تبويبات، ولكن في البداية يمكن يكون أصغر مدير تحرير بالنسبة لكم في المواقع الإخبارية اللي في مصر تحديدا حاجة لافتة للنظر، ولكن بوابة العرب سيكون. بنرحب بسفير المغرب، وصل معنا. نرحب بدولة المغرب سفير سعد محمد سعد العالمي. بنرحب بسفير دولة المغرب. بوابة العرب سيكون صوت الشباب العربي. نحن أول بوابة عربية تصدر من مصر من القاهرة الكبرى، وفريق التحرير وفريق مدير التحرير كلهم لا يزيد عمرهم عن 33. فنحن صوت الشباب العربي، ونحن أول مؤسسة إخبارية تبع إيميل السكايب والواتساب، ونستقبل الأخبار من قلب الوطن العربي. نحن لدينا الآن حتى الآن لدينا 5 مراسلين لخمس دول راسلونا امبارح وأول امبارح، عايزين يكونوا معتمدين لبوابة العرب. ده فخر، فخر لينا، لأن احنا مش هنجيب الخبر من وكالة، مش هنجيب الخبر من حد بيقول أصل حصل في كذا أو نقلا عن جريدة أو مصادر بتقول، لا احنا هنجيب الخبر من قلب الحدث. دي بوابة العرب. أنا بشكركم شكرا جزيلا، ومش عايزة أطول في الكلام لأنه سني صغير ومركزي لسه ما وصلتش فيه لأي حاجة، يعني خليني ما أقدرش أتكلم قدام القامات اللي أنا قدامها، رئيس مجلس إدارة قناة الغد العربي وجميع السفراء اللي بيشاركونا هنا في القاعة. فأنا يعني هسيب حضراتكم تتفرجوا على الفيلم الخاص بمؤسسة البوابة الإعلامية، الصرح الإعلامي الكبير اللي أنا بشرف بانتمائي لهذه المؤسسة، اللي على يعني من الهادز بتاعها النهارده شرفتنا ناس كتير، مدير عام مؤسسة البوابة دكتور غادة عبد الرحيم، رئيس تحرير التنفيذ الجريد للبوابة الدكتور محمد الباز.